هذه المرة الرابعة على التوالي أعلن لمتجر عزيز لأنه آمن ومضمون من الباند والثقة 100% وخدمة على مدار اليوم ل 24 ساعة يقبل جميع طرق الدفع من ضمنها الباي بال. كل التفاصيل تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد. نحاول نجيب الرجال الطيب هذا كاليخون. السرعة عنده 95، الشوت عنده 87، والباص 80، والدربلينج 89، والفيسيكال 70. يعني هو لو محطوه إنه من ضمن تشكيلة الموسم يا شباب، من ضمن التشكيلة الإيطالية يوم تنزل ما حد بيشتريه لأن قدمه الضعيفة أبو كلب. بس دامهم حاطينه في الفوت شامبيون الناس بيتحمسون عشان يجيبونه طالما إنه ببلاش. أوكي يا جماعة الخير، طيب أول مباراة فزت 9-2، ثاني مباراة فزت 5-0، ثالث مباراة فزت 4-3، وحنا الآن في النهائي. راح نلعب النهائي بإذن واحد أحد فوز فيه بإذن الله، ونلعب الديفيجن نجرب فيه الله، وراح تكون مباراتين حماسية إن شاء الله بإذن الله. يعني ولا في الديفيجن ناخذ فيه مباراة. بس الآن خلينا نركز على إن نجيب اللاعب. عموما خلينا نتكلم عن التشكيلة دي قبل ما ندخل المباراة. جماعة الخير التشكيلة دي ممتازة جدا، من يوم ما شريتها نسبة الخسارة قلت عندي إلى 80%، يعني كذا كل 10 مباريات أنهزم مرتين ثلاثة إذا مرة، لكني أفوز أكثر. أوكي مرة التشكيلة مرة مناسبتني. إذا عندك شوية دراهم ترى مي بغالية، هي تعتبر تشكيلة متوسطة يعني. اوكي اوكي يا جماعه الخير لا تنسوا تضغطون زر اللايك، وهيا بنا الى المباراه النهائيه. ليتس جو يلا. طيب يا جماعه الخير لا تنسون تشيكون على متجر عزيز، سوي خصومات وفله، والان طور كاس العالم راح ينزل قريب، فجمع كوينزك من الان. اوكي تشكيله الخصم. هذا اللاعب مين هذا اللي معاه كورتين؟ يلا اول مره اشوفه والله. اوكي يلا ليتس جو ليتس. اوف كورتوا ازرق، تشكيلتي مو بسيئة ترى، ممتاز. بسم الله على بركة الله، في تشابه كبير في اللبس، لكن يلا يلا. كبيرة فالنسيا، هذا واضح انه يبغى يستحوذ على اللعب وبيلعب مع الاطراف. ضغط علينا. روح رونالدينو، يا سلام. روح رونالدينو. روح روح. روح. يلا يا كبير، لا لا لا. يا عيني. عيني عيني على الباص، كمل كمل. الله تكفى، الا هدف السلك هذه احمد. احنا في النهائي، لو سجل هو انا حظيع. يلا كبير انهي انهي. اوكي كمل. اوه هدف ثاني كان حيريحنا يا احمد. اوكي هدي 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 يا احمد، هدي 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 هدي. ريلاكس بوجبا بوجبا انهي بوجبا انهي بوجبا انهي يا بوجبا انهي يا بوجبا انهي بوجبا. عط مدام سلام سلام. لا تكفى لا تكفى، يلعن ابوك يا بوجبا يلعن ابوك يا بوجبا. كيف فوت هذه يا اخي على راسك يا اخي؟ يا عيني يا ننا. يلا كيف ضاعت دي كيف ضاعت؟ والله العظيم حرام يرجع في النتيجة ذا الزبال حرام. روح ونجيب يا سلام ما فيك شيء. يلا كبير تكفى يا عيال، ايش فيكم ايش فيكم تضربوه كذا؟ بلنتي يس بلنتي 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 بلنتي. الله اكبر يا رونالدينو. يس ليتس جو ليتس جو ليتس جو.
يلا. يلا. والله اكبر. كبير يا فيرا. كبير يا وحش. كبير كبير كبير. عظم الاختبارية هذه يا شيخ. سلام. غلطان يا احمد. يا الله. وبغى هنا مباراة صعبة والله. والله مباراة صعبة يا عيال. والله الخصم كان يسجل اهداف بسهولة. ما كان يتعب فيها يا اخي. الحمد لله اللاعب جاء في الاخير. يس. حلوين حلوين. يس. حلوين كل اخوان. ما نبغى نتاهل للفوت حقكم يا ولا تحنا التصفيات وضغطنا مرتفع. اي الله كل اخوان. والله بطاقة الزرق يا اخي فخم من عم ابوه شكله. طيب يا جماعة الخير باقي لنا مباراة واحدة بس ونجيب ديفيجن 1. تكون فرصة حلوة نجرب فيها كل اخوان. طبعا يا جماعة الخير ما راح يعني اضبط له تشكيلة. خليه زي ما هو ننزله عاد بداية المباراة. حياخذ كمستري على بركة الله. تشكيلته ممتازة مرة. تشكيلته والله نفس تشكيلتي بالضبط. نفس المستوى. انا وياه يعني هو احسن يعني بحبه. بسم الله على بركة الله نبدا. في العامل في العامل قلنا ها رونالدينو هناك. حلو يلا. الله والله اكرم. شوف اخوي عامر عيال هب يلا. لا يلحق شكله سريع. هذا والله كذب يعني. والله كذب اللعبة. والله كذب. اللونج شوت مبالغين فيه بشكل يعني. بوتينج عياله من لمسه ومعطي ظهره لل يلا زيو. خلاص زيو. حنا يا اخي حنا فرصتنا افضل يا اخي. ابوك يا لعب. اصبروا نكمل حلطة ما بعد الهجمة. يا قال الله اكبر. ايوه يا شيخ انا اكلك العشب يا الطيب يا الغالي. الله عليك يا كليخون. الله عليك. الله عليك. انا 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 متسيد المباراه. هذه المباراه لي يا شباب. والله يا شعور يا عمري. يلا نفير سريع. انهي انهي يا عمري. اسيست من كليخون. ليتس جو يا حبيبي. ليتس جو يا رونالدينو يا ساحل. قبولات قبولات يا عمري. قبولات يا عمري. وهنا السعاده. السعاده تكمن لما تفوز فيفا يا شباب. لكن لما تخسر قسم بالله حياتك كلها نكد في نكد. بلغت شوي. ختمنا الشوط الاول بمستوى مره ممتاز. هو من الشوط ذيك يا شباب ما عنده اي فرصه. انا عندي 4 شوتات معرض 3 منها على المرمى وهدفين. حلوين. قبولات قبولات قبولات. لو اش خلاص سجل. الله اكبر على الكور. الله عليك يا كليخون. كليخون والله لعب ممتاز يا عيال. الان لاعب خرافي. يلا يا كبير. والله حرام عليك يا اخي. هجمه حلوه يا اخي. لا 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 لا. اوف فاول. كانت هجمة حلوة يا طيب. احمر احمر احمر. يلا كبير. خلاص انهي فييرا. يا الله. يلا كليخون. كليخون خط مربع اربيع عشان تدركونها. حلو ممتاز يا عيال. حلوين. فوز ممتاز. فوز ممتاز. كانت لي 10 شوتات 7 منها على المرمى. لولا تضيع الفرص والهبلات كانت جبنا اكثر يا اخي. والله هدف للتاريخ يا بوتينج. صدقني لو في الحقيقه عمر امك ما حتسويها. شوف شوف شوف. اوكي حلوين. جبنا لقب ديفيجن 1. اذا جبت لقب ديفيجن 1 طبعا راح يعطونك طقم. انصحك لا تحطه لانه ما راح احد يدخل معك. ما ادري ليش يعني. ما يحسس انه يعني اوه كانك جايب طقم اليت. راح طقم ديفيجن 1 يا جماعه الخير. والله ما يدخلون معي. شوفون الطقم يطلعون يا جماعه الخير. انطباعي الاول عن كليخون والله في سرعه عيال مي طبيعيه. اوه